السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، في درس جديد من دروس الفيزياء، درسنا اليوم هو الفعل الميكانيكي لجملة على أخرى. لنشرع في الدرس على بركة الله. الفعل الميكانيكي لجملة على أخرى. الفعل الميكانيكي هو ما تؤثر به جملة ميكانيكية على جملة ميكانيكية أخرى، وقد سبق لنا شرح هذا في درسنا الماضي. نقول بأن لدينا فعل ميكانيكي عندما تكون لدينا جملتين يكون التأثير بينهما متبادل. لدينا الآن نشاط. لدينا كتاب فوق طاولة. لاحظ معي، الكتاب جملة ميكانيكية نرمز لها بأ، الطاولة جملة ميكانيكية نرمز لها ببي. لاحظ هنا بأن الكتاب فوق الطاولة لم يسقط، بمعنى الكتاب يؤثر على الطاولة بقوة الثقل، والطاولة لم تترك الكتاب يسقط، بمعنى الطاولة تؤثر على الكتاب بردة الفعل، بقوة ردة الفعل. نلاحظ بأن هاتان القوتان متساويتان، والدليل هو أن الكتاب لم يسقط من فوق الطاولة، بمعنى قوة ثقل الكتاب التي جهتها من الأعلى إلى الأسفل تساوي قوة رد فعل الطاولة التي جهتها من الأسفل إلى الأعلى. إذن هما قوتان متعاكستان في الاتجاه ومتساويتان في شدة القوة. لنتابع. يؤثر الكتاب على الطاولة بقوة الثقل، وننمذج بالرمز FA على B، بمعنى قوة ثقل الكتاب على الطاولة. لا يسقط الكتاب، أي أن الطاولة تؤثر على الكتاب بقوة رد فعل الطاولة على الكتاب، وننمذجه بFB على A، بمعنى قوة رد فعل الطاولة على الكتاب الذي رمزنا له بالرمز A، حيث هاتان القوتان متساويتان، والدليل قلنا أن الكتاب لم يسقط، ونعبر عليها بهذا النموذج FB على A تساوي FA على B. الآن كيف يتم الفعل الميكانيكي؟ كيف يتم الفعل الميكانيكي؟ تؤثر الجملة الميكانيكية على بعضها بأفعال ميكانيكية، وهي نوعان: أفعال ميكانيكية تلامسية مثل قذف كرة بالرجل، نقول تلامسية، وأعطينا المثال قذف كرة بالرجل لأن الرجل لو لم تلمس الكرة لم استطعنا قذفها، يجب أن نلمس الكرة بالرجل حتى نستطيع قذفها. نقول الرجل هي جملة ميكانيكية والكرة هي جملة ميكانيكية. هذا النوع من الأفعال الميكانيكية يسمى بالأفعال الميكانيكية التلامسية، الشرط هنا هو التلامس. أما النوع الثاني فهي أفعال ميكانيكية بعدية، مثال مثل انجذاب قطعة حديدية بمغناطيس. المغناطيس هو جملة ميكانيكية، وقطعة الحديد هي كذلك ميكانيكية. المغناطيس يؤثر على قطعة الحديد من بعد دون لمسه. نلاحظ أن قطعة الحديد تنجذب إلى المغناطيس دون لمس المغناطيس له، لذلك نقول بأن هذه الجملة تؤثر على هذه الجملة من بعد، وتسمى بأفعال ميكانيكية بعدية. الآن لدينا سؤال: ترى ما هو وجه الاختلاف بين هذين الفعلين الميكانيكيين، جر عربة بخيط وتأثير الرياح على شراع القارب؟ سوف نجيب على هذا السؤال. لاحظ معي، للفعل الميكانيكي تأثير، قلنا ما تأثير للفعل الميكانيكي؟ تأثير، أولا تأثير موضعي مثل جر عربة بخيط. لماذا نقول موضعي؟ لأننا
للعربة لديها مكان نمسكها منه لكي نجرها، يعني لو لم نمسك العربة من موضع المسك هنا، يعني من الخيط، لم استطعنا جرها. نقول موضعي، يعني لديها موضع لكي تتم حركة هذه الجملة. أما فيما يخص شراع القارب، ما الذي يحركه؟ هو الرياح. كيف تعمل هذه الرياح؟ موزعة على السطح. الرياح لا تهب في مكان واحد، لا تضرب في الشراع مثلا في مكان محدد هنا فقط، ولكنها موزعة على كل سطح الشراع. لذلك نقول النوع الثاني لأفعال التأثير الميكانيكية هو الأول موضعي، وأعطينا مثال عن جر عربة مثلا، والثاني هو موزع على السطح مثل فعل الرياح على شراع القارب. الآن وصلنا إلى ختام الدرس، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم بنا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس قادم إن شاء الله.